ومن هذه المعجزات أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما إلى مزرعة لأحد الأنصار، فلما دخلها فإذا فيها جمل، فلما رأى الجمل النبي عليه الصلاة والسلام انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حنى وانطلق إليه، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيونه تذرف الدمع، عيون الجمل تذرف الدمع، وإذا هو يضع رأسه عند أذن النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يهدأ هذا الجمل، يمسح على رأسه حتى سكن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحب الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله؟ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، يعني تتعبه عمل متواصل وتعب. فانظر سبحان الله إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان.